وفيما تغيب الحلول عن الأزمة الروسية الأوكرانية، محمد، هناك نزاع آخر طويت صفحته خلال العام 2023. نعم ريا، ونتحدث هنا عن النزاع على إقليم ناغورني كاراباخ الذي استمر لثلاثة عقود بين أرمينيا وأذربيجان. في 19 من سبتمبر شنت أذربيجان عملية خاطفة في المنطقة، وفي غضون 24 ساعة استسلمت السلطات الأرمنية الانفصالية واستعادت باكو الإقليم، فيما فر أكثر من 100,000 من سكان كاراباخ إلى أرمينيا. واليوم أرمينيا وأذربيجان تعملان على التوصل لاتفاق سلام رغم الصعوبات.